بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المحاضرة راح نشرح عن ترانسبورت اوف غازز اللي هن ميلي اوكسجين وكربون داكسايد. تنقل الاوكسجين راح يتبع من اللانك الى التشو، الكربون داكسايد راح يكون بالعكس من التشو الى اللانك والاتموسفير. نحكي على الاوكسجين، من يوصل الاوكسجين للالفيولاي راح يكون تركيزه والبريشر اوف اوكسجين بالالفيولار اير تقريبا 104 ملم ميركوري. اما البلاد اللي داخل الالفيولس يعني البلمونري سيركيليشن تركيز الاكسجين راح يكون 40 ملم ميركوري. فراح نلاحظ انه اكو بريشر جريدينت او بريشر ديفرنس بين الالفيولس بي او 2 والبلمونري كابيلر بلاد بي او 2. نشوف راح يصير بريشر جريدينت يعني 104 اعلى من 40، فراح يصير انتقال الاكسجين من جهه الالفيولس الى حد البلاد. فبهالحالة راح يصير تركيز الأكسجين بالبلمونري كابيلاري مشابه تركيز الأكسجين بالألفيولس، يعني يصير تركيزه ويصعد تركيزه من 40 إلى 104 ملم ميركوري. فالبلاد دخل 40 راح يطلع 104 ملم ميركوري. من يوصل الأكسجين للبلاد راح يقل الـ PO2 من 104 إلى 95. ليش قل الـ PO2؟ لأنه تم مزج الدم ويا الـ Venous Blood، يعني صار Venous Admixture. المين إيجاد الـ Venous Blood؟ أولاً إجا من Bronchial Circulation، والمصدر الثاني من الـ Debesian Veins، يعني الـ Veins مالت الهارت نفسه. من قل الـ PO2 إلى 95، يعني الـ Blood اللي طلع من الفيولاي او من البلمونري كابيلاري بلاد كان 104، بس البلاد اللي وصل للف سايد اوف ذا هارت للف فنتركل صار 95. فمن توزع البلاد تو ذا اذر بارتس اوف ذا بودي بالسيستميك سيركيليشن راح يكون تركيزه 95 مو 104. اوكي، الاكسجين بالبلاد شلون راح ينتقل؟ جزء صغير من عنده راح ينتقل بشكل دائب ديسولفد بلاد، وهذا يتبع قانون هنري. هنري شو يقول؟ يقول انه هو يقول انه كل ما تزود الـ PO2 راح يزداد كمية الاكسجين الذائبة في البلازما او بالبلاد. يعني شلون؟ يعني اذا اعطيت PO2 مية راح عندك كمية معينة من الاكسجين مذابة بالبلاد، بس اذا سويت الـ PO2 ميتين الكمية الاكسجين المذابة راح تكون اكثر. اللي كل واحد من ملمتر ميركوري من الـ PO2 يعني ضغط اكسجين كل واحد من ملمتر ميركوري يقابل ذوبان ما يقارب 3 بالألف مليلتر من الأكسجين بالديسلتر الواحد. بهالحالة إذا حسبنا أنه الكادو كاتبوت هو 5 لتر بالدقيقة، فكمية الأكسجين المذابة اللي توصل للأنسجة تقدر كلها ب 15 مل بالدقيقة، يوصل 15 مل لتر بالدقيقة. بس هذا غير كافي. ليش؟ أنه الأكسجين ريكوارمنت التيشو تكون عالية جدا، فهذا 15 مل ما تكفي، فلازم اكو طريقة ثانية رئيسية لنقل الاكسجين، وهي انه يكون bound to hemoglobin. من يرتبط الاكسجين بين hemoglobin هي هذه major mechanism of transport of oxygen. بعد ارتباطه يكون للأكسي hemoglobin، يفترح انه يوصل للتيشو يسلم الاكسجين ويرجع الهيموغلوبين حتى يحمل اللانك اكسجين مرة ثانية. بعد وصول الأكسجين إلى peripheral tissues، يعني الأكسجين موجود بالبلاد اللي وصل للتيشوز، راح ينتقل للخلايا عن طريق ما يسمى interstitial space أو interstitial fluid. أول شيء لازم ينتقل من البلاد للinterstitium، وهذا يصير بكل بساطة لأنه أكو pressure gradient بين 95 PO2 مالت البلاد وال40 اللي هو PO2 مالت الinterstitium. فهذا pressure gradient راح يخلي الأكسجين ينتقل من البلاد للinterstitium على step 1. وكذلك اكو pressure gradient بين الانترستيشن PO2 40 والانتراسيلولار كومبارتمنت، يعني PO2 مالت السيل اللي هو 23، دائما قليل لانه always utilized الاكسجين يحترق، فيشوف الاكسجين داخل الخلايا يكون تركيزه قليل. هذا pressure gradient هم راح يخلي الاكسجين ينتقل from the interstitium to the cell itself. هنا شوية نحكي على الهيموغلوبين اللي هو الميجر ترانسبورتر اوف اوكسجين ان ذا بلاد. كل هيموغلوبين موليكيول عندها امكانية انه تلزم 4 موليكيولز اوف اوكسجين، بس ذن ال 4 موليكيولز اوف اوكسجين كل واحدة يحتاج بريشر معين حتى تقعد بمكانها،
يعني الاكسجين عفوا الهيموغلوبين تخيل بي 4 كراسي، كل واحد يشيل اكسجين مالكيول، بس كل كرسي له تكلفة الضغط تختلف عن الثاني. يعني اذا جبنا هيموغلوبين مالكيول مصفر ما بي اي اكسجين، اولا اول مالكيول اوف اكسجين راح تلطش به هذه هي اساسا ثابته، يعني ما نقدر نشلحها باي قوه، لان هذه اساسا تركيبيا هي موجوده، يعني هي اللازمه الاطراف الاربعه سوا خلينا نقول. فالاول واحده ما لنا علاقه بها. اجت الثاني مالكيول اوف اكسجين، هذه ارادها قوه ضغط تقريبا 27 ملم ميكوري حتى تركب بمكانها. من تجي الثالثه يحتاجها قوه ضغط ما يقارب 40 ملم ميكوري حتى تركب بمكانها. اما الرابعه هذه يحتاجها تقريبا 100 ملم ميكوري حتى تقعد مكانها. هسه لو طلعنا الاولى من الحسبه عندنا الثانيه والثالثه والرابعه، الثانيه مثل ما قلنا 27 ملم حتى تقعد، الثالثه 40 ملم ميكوري، والرابعه 100. اكو مقياس نسميه الافينيتي، يعني جد قوه جذب او الترابط بين الاكسجين مولكيول والهيموغلوبين مولكيول. كل ما الافينيتي اعلى كل ما الاكسجين يركب بسهوله ما يحتاج ضغط حتى قاعد بمكانه، وكل ما الافينيتي اقل كل ما انه الارتباط الاكسجين بالهيموغلوبين يكون قليل، حتى خلي الاكسجين يقعد بالبايندينغ سايت ما تحتاج ضغط اعلى اعطيه دافع. هسه استبعدنا الاولى ظل عندنا 3 مولكيولز، اول واحده يحتاج لها ضغط ايش قد 27، بينما اخر واحده يحتاج لها ضغط 100، فيا هو الافينيتي مالته اعلى، يعني خلينا نقول الالفه مالته اعلى ام ال 27 لو ام ال 100. لا طبعا ام ال 27 افينيتي مالتها اعلى لانه احتاجت بريشر قليل حتى الاكسجين يقعد بمكانه. اما الموقع الرابع اللي يحتاج 100 ملم ميركوري حتى تقعد الفورث اوكسجين مالكيول، هذا افينيتي مالته قليله، فعوضنا عن قله بالافينيتي زودنا البريشر حتى يرتبط الاكسجين. هسه نرجع لثلاث مصطلحات مهمه، الاول هو الاكسجين ساتوريشن، والثاني هو الاكسجين بايندينج كاباسيتي، والثالث هو الاكسجين كونتنت. الاكسجين ساتوريشن او البيرسنت ساتوريشن اوف هيموغلوبين، احنا مثل ما نعرف انه الهيموغلوبين عنده استعداد انه يرتبط باربع مولكيولز اوف اكسجين. اذا كان الهيموغلوبين contains only one oxygen molecule it is said to be 25% saturated، يعني ربع من عنده هو مملوء. وإذا كان مرتبط باثنين نسميه 50% saturated، وإذا ثلاثة 75%، وإذا أربع molecules of oxygen نسميه 100% saturated. يعني إذا بكل بساطة أنه الـ percent saturation هو جد مستوى تشبع الهيموغلوبين بالأكسجين، يتراوح من 25% إذا بس molecule واحدة إلى 100% إذا 4 molecules of oxygen are bound to it، قصدي الهيموغلوبين. الثاني هو الاكسجين باندنج كاباسيتي، الاكسجين باندنج كاباسيتي هو جد اكثر كميه اكسجين يقدر يذبها الهيموغلوبين. شلون نقدر نحسبها؟ احنا نقول كل واحد جرام من الهيموغلوبين يرتبط تقريبا يقدر يشيل ما يقارب 1.34% مللتر من الاكسجين. فشلون نحسب الاكسجين باندنج كاباسيتي؟ بكل بساطه نضرب الهيموغلوبين concentration في 1.34%. يعني اذا كان شخص النورمال هيموغلوبين مالته هو 15 جرام بالديسيلتر، بما انه كل واحد جرام يشيل 1.34 مللتر اوف اكسجين، فنضرب هذا في هذا، يعني 15 في 1.34 يساوي 20.1 مللتر اوف اكسجين بكل 100 مللتر اوف بلاد. يعني كل 100 مللتر اوف بلاد يشيل وياها ما يقارب 20.1 مللتر اوف اكسجين. اما الاكسجين كونتنت، المصطلح الثالث هو الاكسجين كونتنت اوف ذا بلاد، هذا يقيس لي الاكتوال اماونت اوف اوكسجين بير فوليوم اوف بلاد، يعني كميه بلاد حجم البلاد ايش قد يشيل اكسجين مو الهيموغلوبين. هذا شلون احسبه؟ انا اعرف بالبلاد اكو تو تايبس اوف اوكسجين، واحد ديسولفد ذائب، واحد باند هيموغلوبين. الباند هيموغلوبين اقدر احسبه انه كل ايش قد تركيز زيادة التركيز مالت الهيموغلوبين اضربه في 1.34%، بعدين اضربه في نسبة التشبع percent saturation.
هذا راح نطلع كمية الأكسجين اللي بونت هيموغلوبين. أرجع وعيد مرة ثانية، هتحسب التوتال أمونت أوف أكسجين بالبلاد، أحسب إيش قد مرتبط بالهيموغلوبين وإيش قد ذايب. المرتبط بالهيموغلوبين إيش قد تركيز الهيموغلوبين، أضربه في 1.34، هذا أضربه في نسبة تشبع الهيموغلوبين بالأكسجين بيرسن ساتوريشن، يطلع لي كمية أكسجين اللي بونت هيموغلوبين. هذا كله أجمعه ويد السولت اللي ذائب. شلون أعرف الذائب؟ إحنا نعرف كل واحد ملي متمكري أوف بي أو تو يذوب لما يقارب 3 بالألف مللتر في أكسجين، فأضرب البي أو تو جد ضغط، يعني ضغط الأكسجين أو تركيز الأكسجين، أضربه في عامل تحويل اللي هو 3 بالألف، فراح يطلع عندي الأكسجين كونتينت أوف ذا بلاد. أكسجين هيموغلوبين ديسوشيشن كيرف، هذا عبارة عن كيرف أو دايجرام يوضح العلاقة بين الـ PO2 الـ pressure of oxygen in the blood أو تركيز الأكسجين بالدم ويا مستوى تشبع الهيموغلوبين بالأكسجين، يعني الـ HB saturation with oxygen. فمثل ما نشوف، راح نشوف محور سيني ومحور صادي. على السيني أو الـ X axis راح نشوف الـ PO2، يعني ايش قد ضغط الأكسجين بالبلاد. المحور الصادي والواي اكسس راح نشوف الـ percent of hemoglobin saturation. راح نشوف انه كل ما يزداد الـ PO2 اللي الارقام موجوده بالشكل على اليمين من 0 من 20 الى 40 60 الى حد من 140، بالمقابل راح نلقى التشبع 20 40 60 حد من 100. طبعا ما اكو اكثر من 100 تشبع. نشوف كل ما يزداد الـ PO2 كل ما يزداد التشبع، بس اذا ننتبه نشوف العلاقة بيناتهم مو directly proportional، مو علاقة طردية، مو linear، مو علاقة خطية. العلاقة تقريبا تكون exponential او دالية او نوعا ما لوغاريتمية. خلينا نقول فيعطيني فد منحنى مثل الاس او sigmoidal. شلون او ليش صار هذا الشيء؟ بالهيموغلوبين مولكيول بيفد ميزة نسميها positive cooperativity أو positive cooperative binding. يعني شنو هذا المصطلح الطويل العريض؟ يعني كل أكسجين مولكيول من ترتبط ويا الهيموغلوبين وأخذت location مالتها، راح تخلي الأفينيتي مالت السات الثاني مكان الثاني اللي هو بعده فارغ، راح تزود الأفينيتي للأكسجين. يعني شلون؟ هذا الهيموغلوبين مولكيول بأربع مكانات فارغة للأكسجين، من تجي أول وحدة وعدت مكانها، المكان الثاني راح تزداد الافينيتي مالته، من زادت الافينيتي يكون استعداد التقبل لاكتساب الاكسجين اعلى، فما يحتاج ضغط قوي حتى قاعد الاكسجين بمكانه. فشي يصير احتاج ضغط اقل تجي الاكسجين مولكيول ثانيه تقعد. هذين الاثنين زودن الافينيتي مالت الموقع الثالث الاكسجين، فراح يجي اكسجين ثالث يرتبط بضغط اقل، وهكذا لحد ما اوصل لرابع. اذا كل ما يرتبط اكسجين مولكيول ويا هيموغلوبين الافينيتي مالت الهيموغلوبين فور اكسجين تزداد اكثر. نشوف، خلينا نتخيل بالبدايه انه راح اسوي العلاقه هسه حاليا ماكو بوزيتيف كوبراتيفيتي او بوزيتيف كوبراتيف بايندينج ما موجود، فراح اسوي العلاقه بين البي او 2 على السيني وبين البيرسن ساتوريشن على الصادي. نشوف اذا اول وحده قاعده تحتاجها 25، الثانية يعني PO2 قوة ضغط أكسجين بالبلاد تدفع الأكسجين مولكيول عن هيموغلوبين، نحتاج 25 ملي متر مركوري حتى قعدنا أول هيموغلوبين مولكيول، العفو الأكسجين مولكيول. نحتاج ضعف يعني 50 ملي متر مركوري حتى نقعد الثانية، بعد ضعف 75 حتى نقعد الثالثة، بعد ضعف لحد ما وصلنا 100 حتى نقعد الرابعة. أوكي ما عندنا مشكلة، بس اذا قارنا البوزيتيف كوبراتيفيتي من موجوده ايش يصير؟ اول واحده قعدت، الثانيه احتاج 25 مكان، عفوا مكان 25 هاي الاولى قعدت، الثانيه مكان ما احتاج 40 ايش قد احتاج؟ احتاج 27. ايش قد الفرق بين ال 50 العفو؟ بس خليني اعيدها مره ثانيه اسف. اذا طبقنا البوزيتيف كوبراتيفيتي نشوف اول واحده كانت تقعد يحتاجها 25، اوكي هنا بالبوزيتيف قعدت 25 ما عندنا مشكلة. ثاني واحدة كان يحتاج لها 50، هسه ايش قد يحتاج لها ثاني واحدة؟ يحتاج فقط 27، 27 ملم مركوري حتى تقعد بمكانها. بس ايش قد قللنا البي او 2؟
احتياج البي او 2، قللنا احتياج البي او 2 من 50 الى 27. الثالثة راح يحتاجينها فقط 40 حتى تقعد بمكانها، والرابعة يحتاجينها ضغط من 97 وفوق. اذا الفكرة مع البوزيتيف كوبراتيفيتي انه تقلل البي او 2 ريكويرمنت حتى يقعد الاكسجين مكانه. هسه راح نشال الشفت اللي يصير بالكيرف. الكيرف قد يصير بشفتنج تو ذا رايت، قد يكون بشفتنج تو ذا ليفت. الشفتنج تو ذا رايت معناته الافينيتي قلت، معناته الاكسجين ما يرتبط بسهوله ويا الهيموغلوبين، فمعناته الهيموغلوبين راح يترك الاكسجين بسهوله، يسوي له انلودنج. اما شفت تو ذا ليفت معناته الافينيتي زادت، فالاكسجين يبقى مشلب بالهيموغلوبين ما ينهد بسهوله. اذا رايت شيفت تعطيني اكسجين اكثر، يعني الهيموغلوبين يحرر اكسجين اكثر او اسهل. اما الليفت شيفت لا، الهيموغلوبين ما يعطيني اكسجين، يظل لاطش به. هسه نجي على الكوزز اوف رايت شيفت. الرايت شيفت مثل ما اتفقنا الافينيتي راح تقل، فتسليم الاكسجين يكون اسهل. اذا شنو اكو عندي سيتويشن احتاج بي مور اكسجين راح يخلي الشيفت او ذا كيرف تو ذا رايت. واحد من عندهم هو شنو الاسيدوسس. خلنا نتخيل صار ميتابوليزم، نتيجة الاليفيتد ميتابوليزم بالتيشو راح يصير ليبريشن اوف مور اتش بروتون، على اثرها الاسيديتي راح تزداد والبي اتش تقل. من يجي الهيموغلوبين المشبع بالاكسجين وصل الى منطقة شاف البي اتش مالتها اسيدوتيك، يعني الاتش تركيزه عالي، ايش راح يصير؟ البروتين هو بفر، يعني يحاول يضبط البي اتش، اذا لقاها عالية يحاول ينزلها واذا لقاها قليلة يحاول يصعدها. بما ان الهيموغلوبين هو بروتين، فمن راح يجي للتشو شاف الاسيدوسيس راح يسحب من عندها الاتش، يعني ياخذ الاتش بروتون ويرتبط بالهيموغلوبين. هذا ارتباط الاتش بروتون بالهيموغلوبين راح يسوي conformational changes بالبايوكيمست تعرفوها، تغير راح يصير تركيبة الهيموغلوبين. هذا conformational changes راح تخلي الافينيتي اوف هيموغلوبين اقل. من قله الافينيتي الاكسجين راح يتحرر بسهوله. اذا صار شنو؟ زادت الميتابوليزم، التشو يعني التشو ميتابوليزم زادت، معناته التشو يحتاج مور اكسجين. بس شنو الطريقه اللي يتفاهم بها ويا الهيموغلوبين حتى يقنع انه يعطي اكسجين؟ التشو قام يحرر مور اتش، زود الاسيدوسيس، قلل البي اتش، اجى الهيموغلوبين شاف الاتش تركيزه عالي بالتشو، سحب من عند الاتش. هذا الاتش خلى التغيير يصير بالهيموغلوبين، قلل الافينيتي، الهيموغلوبين انطى الاكسجين. هذا تاثير الاتش بروتون على الهيموغلوبين حتى يعطي اكسجين هذا نسميه بور افكت. بور افكت. العامل الثاني يسوي رايت شيفت هو الهايبر كابني، او زياده بتركيز البي سي او 2، تركيز الكربون دايوكسيد. كل ما يزداد الكربون دايوكسيد كل ما يتفاعل ويا المي ويتحول الى كربونيك اسيد وبعدين ديسوشيت انتو اتش ان بايكربونيت، بس بالمحصله تركيز الاتش راح يزداد والاسيدوسيس تزداد، فيصير نفس الحاله الاولى هم بور افكت، يجي الهيموغلوبين يرتبط ويا الاتش حتى يعطي اكسجين. السبب الثالث هو انكريز بالتمبرتشر، حراره الجسم اذا زادت راح يصير رايت شيفت. هسه حراره الجسم قد تزداد نتيجه فيبر سخونه او نتيجه اكسرسايز. من يجي الاكسجين العفو من يجي الهيموغلوبين ومشبع بالاكسجين، من يوصل للتشو يشوف التمبرتشر زايده ايش راح يصير؟ هسه بي تشينجز بحيث الافينيتي راح تقل ويعطي الاكسجين. والسبب الاخر هو الزياده بما يسمى بال 2-3 ديفوسفوغليسرايد او دي بي جي. ال 2-3 دي بي جي هذا ويست برودكت يصير نتيجه الميتابوليزم او الجلايكوليسيس بالار بي سي. فكل ما الجلايكوليسيس بالار بي سي اعلى، يعني الميتابوليزم مالتها اعلى، كل ما الباي برودكت هذا يزداد. فالهيموغلوبين موجود within the ار بي سي، اذا وصل المنطقه وشاف الدايفوسفوغليسرايد تركيزه عالي، هذا الدايفوسفوغليسرايد راح يجي يرتبط ويا منوي الهيموغلوبين، ياثر على الافينيتي ويخليه يهد الاكسجين بسهوله. فكل ما يحتاج يزداد الدايفوسفوغليسرايد كل ما تقل الافينيتي مالت الهيموغلوبين ويعطي اكسجين اكثر. هذا الفور ميجر كوزز اوف رايت شيفت اوف ذا كيرف.
اما الليفت شيفت معناتها انه الافينيتي زادت، فلذلك الهيموغلوبين ما راح يهدي الاكسجين بسهوله. شو وقت يصير هذا السيناريو؟ في بالمواقف اللي ما احتاج بها اكسجين، مثل ايش؟ اذا صار عندي الكلوسس، يعني البي اتش زادت، من يجي الهيموغلوبين راح يشوف التيشو الكلوتك مو اسيدوتك، واحنا قلنا الاسيدوسس او تركيز الاتش بروتون هو واحد من مقاييس الميتابوليزم. لقى تركيز الاتش بروتون قليل معناته التيشو ما يسوي ميتابوليزم، معناته ما يحتاج اكسجين، فالافينيتي تزداد، فراح يظل مشلب بالاكسجين ما يهده ويرجع بيه مره ثانيه لللنج. السبب الثاني هو الديكريز بالكربون دايوكسيد بريشر، الهايبوكابنيا يعني. والسبب الثالث الدايفوسفوجليسرايت اللي 2-3 دايفوسفوجليسرايت، اذا قل تركيزهم معناته ماكو ميتابوليزم، والتمبريتشر كذلك اذا قلتها بيصير ليفت شيفت. بهذه الحالات راح نشوف انه الهيموغلوبين ما راح يهد الاكسجين بسهوله، فيصير ليفت شيفت اوف ذا كيرف. باتم لاين من الاخير نجيبها، اذا تنسال واحده من الاثنين، شنو الاسباب اللي نسوي رايت شيفت او شنو الاسباب اللي نسوي ليفت شيفت؟ شنو يسوي رايت شيفت؟ عددناهم. ليش يصير رايت شيفت؟ حتى الافينيتي تقل واعطي مور اكسجين. ليش يصير ليفت شيفت؟ حتى الافينيتي تزداد وما اعطي اكسجين. The transport of carbon dioxide in the blood. البداية راح ينتقل carbon dioxide from the cell into the interstitium. بعدين from the interstitium into the blood. والبلاد راح ياخذ يصير الترانسبورتيشن حد ما يوصل للانج، واللانج يصير بيه اليمنيشن. اولا تركيز الكربون دايكسايد within the cell هو تقريبا 46 مليمتر مركوري. ليش؟ انه دائما السيلز are consuming oxygen and liberating carbon dioxide، فاعلى تركيز كربون دايكسايد يكون within the cell. تركيز الكربون دايكسايد surrounding the cell بالانترستيشن يكون 45 مليمتر مركوري. فهذا الفرق اللي هو 1 ملمتر مركوري يكون fair enough to transport carbon dioxide from the cell into the interstitium. هذه الخطوة الأولى. بالinterstitium راح يفوت بنصه كابيلاري، الكابيلاري جاي arterial وطالع من عنده venous. بالarterial side من يجي راح نلقى carbon dioxide تركيزه 40 ملمتر مركوري. فجدي يصير عندي pressure gradient بين ال 45 بالانترستيشن وبين ال 40 بالبلاد، فيعبر الكربون دايكسايد من الانترستيشن into the blood، فبحيث الفينس بلاد اللي يبدأ يرجع حسه للقلب اللي يرجع لللانج يكون ال PCO2 مالته تركيز الكربون دايكسايد 45 ملمتر مركوري. هسه شلون دي ينتقل الكربون دايكسايد in the blood؟ من دخل الكربون دايكسايد into the blood عندك ثلاث الطرق راح ينتقل بيها. الأولى هي الكيميكلي موديفايد ستيت، يتغير كيميائيا، وهذه أهم طريقة للنقل لأنه تقريبا تكونس فور 70% of carbon dioxide transportation. بيدخل الكربون دايكسايد للبلازما اوف ذا بلاد، راح يجي يخترق الجدار مالت ال ار بي سي ويدخل يذوب within the water of the ار بي سي، فراح يتفاعل الكربون دايكسايد ويا المي H2O ويعطيني كربونيك اسيد. وطبعا هذا التفاعل يكون محفز من قبل الكربونيك انهيدريز انزيم اللي يحفز التفاعل ويسرع تقريبا 5000 مرة. وراها الكربونيك اسيد ويل ديسوشيت انتو وات، راح يتحول الى H ولا بايكربونيت HCO3. انتبه ال H رأسا راح ترتبط ويا الهيموغلوبين، فالهيموغلوبين راح يلزم ال H. البايكربونيت راح تطلع من ال RBC، من طلعت البايكربونات اللي هي شحنتها سالبة، فالار بي سي فقدت شحنة سالبة، حتى تحافظ او تعوض هذا النقصان بالشحنات السالبة راح تدخل بمكانها كلورايد CL اللي هم اشارته سالبة، فقدت بايكربونات سالب اخذت بمكانها كلورايد سالب. هذا العملية نسميها كلورايد شيفت، انه يطلع البايكربونات يدخل مكانها كلورايد، وهذا يخلي الار بي سي بالفينوس سايد التركيز مالت الكلورايد مالتهم اعلى من ال ار بي سي الموجوده بالارتيريال سايد. ليش؟ انه هذا ال ار بي سي مين اجى؟ العفو الكلورايد مين اجى؟ تبادل بالبايكربونات الموجود بالفينس بلاد. الطريقه الثانيه ينتقل بها كربون دايكسايد بالبلاد هو ارتباطه ويا الهيموغلوبين بشكل مباشر. فراح يرتبط الكربون دايكسايد ويا الهيموغلوبين ويسوي الكارب امينو هيموغلوبين.
ومن يروح لللانك يوصل هيموغلوبين كربمين وهيموغلوبين تو دي لانك راح يفقد الكربون دايوكسيد حتى يطلع بالاكسبايرد اير. اما الطريقه الثالثه فهي انه يذوب بالبلازما ديسولفد ستيت، هذا تقريبا 7% الكاونت و 7% ترانسبورتيشن. فصار عندي ثلاث طرق رئيسيه، الاولى انه كيميكلي موديفايد، هذه تقريبا مسؤوله عن 70%. الطريقه الثانيه باوند تو هيموغلوبين اللي مسؤول عن 23%، والطريقه الثالثه ديسولفد ستيت اللي مسؤول عن تقريبا 7%. من وصل الكربون دايوكسيد هسه من وصلنا باللانك راح نشوف انه من يوصل البلاد تو دي اللانك راح نشوف تركيز الاكسجين عالي، من يصير تركيز الاكسجين عالي الهيموغلوبين اللي هو كان مكلب بالاتش اللي اخذها مع الكربون دايوكسيد ديسوشيشن بالبدايه، هذا الهيموغلوبين البي اتش بروتون من يشوف تركيز اكسجين عالي سراوندينج اكسجين تركيز عالي ايش راح يسوي؟ راح يفقد الاتش بروتون وياخذ مكانها اكسجين. طبعا هذا دخول الاكسجين وخلاه يطلع الاتش بروتون هذا نسميه هولدن افكت. فركز عفية، ركز بين البور افكت والهولدن افكت. اولا البور افكت يقول لك اذا كان اكو اتش بروتون عالي يعني المحيط بالهيموغلوبين الاتش بروتون عالي راح يخليه يفقد اكسجين. اما الهولدن افكت يقول اذا كان المحيط بالهيموغلوبين الاكسجين عالي فخليه يفقد الاتش. مره اخرى البور افكت السراوندينج اتش بروتون راح تخليه يفقد الاكسجين، الهولدن بالعكس السراوندينج اكسجين راح تخليه يفقد الاتش. النقطة الثانية البور افكت يصير بالتشو بالبيرفل تشو لأنه تركيز الأكسجين هناك قليل وتركيز الاتش عالي. أما الهولدن افكت يصير باللانج لأنه تركيز الأكسجين عالي والاتش يقل. بعد ما ميزنا ندخل نكمل، من دخل الأكسجين على الكاربامينو هيموغلوبين خلاه يفقد، العفو من دخل الأكسجين على الهيموغلوبين خلاه يفقد الاتش. من طلعت الاتش راح تتفاعل ويا البايكربونات ويسوي لي كربونيك اسيد، والكربونيك اسيد راح يتحول الى كربون دايوكسيد ومي ووتر. المي جسمك يستفاد من عنده ريسايكلد، والكربون دايوكسيد راح يعبر للالفيلر اير لانه تقريبا تركيز الكربون دايوكسيد بالالفيلر اير تقريبا صفر، وراح يتخلص جسمك من عنده. كذلك الحال بالكاربامينو هيموغلوبين، يعني الكربون دايوكسيد اللي مرتبط بشكل مباشر بالهيموغلوبين من راح يجي يوصل لللانك راح يشوف السراوندينج كربون دايوكسيد تركيزه قليل فراح يفقد الكربون دايوكسيد ويتحول الى هيموغلوبين اعتيادي، والكربون دايوكسيد يتخلص من الجسم عن طريق اكسبيريشن.